لجنة التسعير التلقائي أعلنت تثبيت أسعار البنزين والسولر حتى نهاية هذا العام، لحد ديسمبر، نهاية ديسمبر يعني. وده طبعا لمدة 3 أشهر. اللجنة كانت رفعت أسعار البنزين 6 مرات متتالية من إبريل 21 حتى سبتمبر الماضي، وكان في المرة اللي فاتت زيادة في سعر السولار. يعني البنزين زاد 6 مرات من إبريل، واجتماع يوليو الماضي كان زود السولر لأول مرة من 3 سنوات بواقع 0.5 جنيه 50 قرش، وده لأول مرة من 3 سنوات. طيب، هل ده معناه انه خلاص ما بقاش في دعم للمحروقات في الموازنة؟ لا، لسه دعم المحروقات موجود ومخصصات دعم المواد البترولية. السنة دي طلعت ل 28 مليار جنيه مقابل 22.5 تقريبا، او 22.4 مليار بنهاية يونيو الماضي، يعني 25% زيادة. مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، باشمهندس، هل كنت تتوقع التثبيت يعني، ولا يعني كل الناس كانت متوقعة بصراحة الرفع والزيادة؟ هل كنت تتوقع التثبيت؟ مساء الخير مدام لميت عليك وعلى جمهورك. الحقيقة كنت متوقع التثبيت. ليه؟ قصة تسعير المنتجات البترولية دي قصة صعبة جدا، وهي قصة يعني فيها حاجات سوشيو ايكونومكس كتيرة، حاجات اللي هو الاقتصاد المجتمعي. نعم، لانه يعني لازم الاول نشرح للناس يعني ايه اليه التسعير تلقائي، ايه عناصرها. عناصر التسعير، لان احنا في منتجات بنستورد منها حاجات من الخارج، وبالتالي لازم نشوف احنا بيتاح عندنا ايه وبنعمل منه ايه. مدخلات الانتاج عندنا ما ننتجه من حصه بترول خام مصر بتاخدها ببلاش، حصه بترول بتاع شريك اجنبي بنشتريها بسعر تفضيلي، بنستورد من بره بترول خام، بنستورد من بره منتجات نهائيه، بعض السولار وبعض البوتاجاز. بنضرب كل واحد في وزنه النسبي وبنشوف ايه اللي بيأثر عليه. عندنا حاجتين بيأثر، 3 حاجات بيأثر. كميه الاستهلاك اللي بيتم استهلاكها سنويا من كل منتج. نمره 2 اسعار البترول العالميه اللي مربوطه على برنت. نمره 3 الاكسشينج ريت او سعر الصرف. سعر الصرف بتاع العملات الأجنبية. 3 حاجات دول هما اللي بيأثروا في الآخر على تكلفة المنتج النهائي. فلجنة التسعير التلقائي بتقعد بتقول والله أنا بستورد من ده مثلا، يعني على سبيل المثال البوتاجاز. احنا استهلاكنا من البوتاجاز حوالي 4.25 مليون طن في السنة. تقريبا نصهم مستورد ونصهم من الإنتاج المحلي. تقريبا اسطوانة البوتاجاز تكلفتها حاليا في حدود $8. 8 دولار يعني ب 160 جنيه. سعرها الرسمي 75، يبقى عليها دعم ودعم شديد. سولار كنا برضو بنستورد يعني ده دعم فوق ال 50%، دعم فوق الضعف يعني. 100% دعم 100%. 100% بالظبط. والحمد لله ان هو ده البوتاجاز. ده البوتاجاز. ده البوتاجاز. طب ما تخلينا طب يعني. والبنزين والسولار والغاز الطبيعي. لا، ما انا بدي لحضرتك مثل، بس احنا مثلا ما بنحركش انبوبه البوتاجاز ليه؟ لان احنا بنحاول نسيطر على القصه دي عن طريق التوسع في توصيل الغاز للبيوت للبيوت تحديدا. صحيح. فبالتالي للبيوت والمنشات الصناعيه والمنشات اللي هي السياحيه زي المطاعم والحاجات اللي زي كده، فبنحاول نمسك انه الجزء المستورد من البوتاجاز ما يزيدش. والحقيقه هو بالمنظر ده بقاله اكتر من 12 سنه ما بيزيدش. فيما يخص مثلا حاجه زي السولار كنا بنستورد 50%. الرقم ده قل النهارده بقى 20% فقط من الاستهلاك، ومخطط انه على نهايه السنه الجايه ان شاء الله الرقم ده يختفي. نتيجه ايه؟ عملنا توسعات في مصانع ومعامل تكرير وحاجات زي كده. طيب القصه دي في الاخر بيحصل ايه؟ بحسب بقى كل واحد من دول في وزنه النسبي انا بجيب قد ايه وبنتج ايه هنا بالطريقه اللي انا قلتها دي، وبالتالي بيتحدد سعر المنتج. بيجي يقول مثلا والله السولار مثلا ثمنه 10 جنيه. طيب انا النهارده السولار انا ببيعه مثلا ب 7 جنيه ونص، 7 جنيه وربع. طيب الفرق دوت هعمل فيه ايه؟ اللي على طول اللي بتروح داخله اللي بيخش هنا ايه خزانه الدوله تقول لا والله انا في الوقت الحالي مش هقدر اكلف المواطن زياده عن السعر ده
لأنه تحريك سعر السولار في هذه الأيام بيؤدي إلى رفع أجرة النقل بتاعت العربيات، رفع النقل بتاع الطوب، كل حاجة، الزراعة، المنتجات الزراعية، الأكل، الدواجن، كل حاجة بتطلع مع السولار على طول. طب أنا لسه بادي موسم المدارس، هل منطقي؟ وعشان كده أنا بقول لك لا، أنا ما كنتش متوقع زيادة، هل منطقي إن أنا أروح داخل بزيادة النهاردة وأبتدي أحرك كل الأسعار بتاعة النقل وحاجات زي كده؟ فالقرار أحيانا لا يكون قرار اقتصادي فقط، قد يكون اقتصادي اجتماعي في نفس، سياسي اجتماعي، إن أنا شايف الناس ده هنا قرار سياسي اجتماعي اقتصادي أمني. كل الحاجات دي بتجتمع بعد كده فوق لجنة التسعير، بتقال لا والله احنا هنقدر نرفع السعر بتاع الحاجة دي ومش هنقدر نرفع سعر الحاجة دي. طب خليني اسألك لازم بقى، لازم احط قدامها حتة بس صغيرة، في نفس الوقت لازم اروح عامل وانا بقى احرك سعر حاجة، لازم اكون حاطط قدامها حاجة. بمعنى ايه؟ لما جه المرة اللي فاتت حصل زيادة في اسعار السولار مثلا، تزاما مع فتح خطوط للمترو ومحطات جديدة في مناطق تانية، فأنا بزود الساعة بتاعة النقل الجماعي المحترم اللي يخلي حد يقدر ينزل من المواصلات اللي هي كده دي ويتجه إلى النقل الجماعي المحترم اللي أسعاره معقولة جدا. طيب. فهنا بتمتد مظلة الحماية المجتمعية عشان تعوض شوية الزيادات اللي بتحصل في حاجات زي كده. طيب ده القرار صانع القرار وله حسابات مختلفة، أنا هكلمك اقتصاد هنا بقى. كيف سيؤثر هذا التثبيت على الموازنة؟ بمعنى هل ده معناها أن أنا كده بحمل الموازنة بأرقام أكبر؟ يعني إحنا نتيجة ارتفاع الأسعار برة طبعا إحنا زادت، برغم أن إحنا بنخفض الدعم على المحروقات، يعني بنخفض الدعم وبنشيل كل شوية جزء أو بنبقى بنتأثر بيه. واضح أن الخط قطع، هنحاول نجيبه تاني المهندس أسامة كمال، لكن أنا كان سؤالي عن تأثير ده على الموازنة. طب يعني إحنا ما رفعناش هذه المرة خلال الثلاث أشهر ده، هل ده هيأثر على الموازنة؟ هيأثر قد إيه؟ لأن أنا عندي كده الموازنة زاد الدعم المخصص للمواد البترولية من 22.4 مليار جنيه ل 28 مليار جنيه، فالحقيقة ده برضو سؤال مهم جدا. مهندس أسامة، هل ده له تأثير على الموازنة في زيادة مخصصات الدعم؟ احنا السنة دي الموازنة مبنية على أسعار البترول الخام 80 دولار. 80 مظبوط. هو دلوقتي اعتقد ايه 94 برنت او 93؟ النهارده بنتكلم برنت، لا بدور حوالين 90 91 حاجه زي كده، بلس اور ماينس 2 دولار. النهارده يعني ما احناش بعيد قوي عن الموازنه، لكن طبعا زي ما حضرتك بتقولي اي دولار زياده في سعر البرميل بيبقى له تاثير سلبي في حدود 4 مليار جنيه على الموازنه. وبالتالي بنحاول نغطيه من ايه دلوقتي؟ بنحاول نغطيه من دلوقتي. احنا في مناورة اتعملت داخل الدولة بالكامل علشان نقلل شوية من استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى المحلي، نستخدم منتجات بديلة ليه من انتاجنا، ونعمل محاولات لتصدير الغاز الطبيعي. طيب الخط قطع تاني، بس هو كان بيتكلم على تصدير الغاز الطبيعي، وهي دي قضية مهمة جدا ان مصر بتزود في. طب باشمهندس أسامة سامعني؟ انا سامعك يا فندم. فده بيعمل ما بين 650 ل 700 مليون دولار في الشهر، فانت بتقدري توزني الوارد وما بين المصروفات. طيب هل احنا هنا بنتكلم على تثبيت اسعار البنزين والسولار فقط، ولا بنتكلم على تثبيت كل المحروقات؟ هو القرار اللي طالع دلوقتي بتثبيت كل المحروقات السائله، لانه كان طلع قرار من عارض الغاز الطبيعي. طب لا، حضرتك في مكان صعب فاحنا مش عارفين نسمعك، بس هو اخر كلام انه كل المحروقات السائله. طيب وبالتالي احنا بنتكلم انه البنزين والسولار مش هيزيدوا لمده 3 اشهر قادمه، مفيش زياده في اسعار البنزين والسولار لمده 3 اشهر قادمه. طبعا ده ما بنقولكوش بعد كده هيحصل ايه، لانه ما حدش يعرف حاجه، ما حدش يعرف بره البنزين البرنت خام برنت هيحصل له ايه، هيزيد، الحرب بقى هتولع، هتقعد، هيتصالحوا، ما احناش فاهمين اي حاجه. وبالتالي
يعني احنا بننتظر ماذا سيحدث، لانه في جزء احنا محلي بينتج محليا وجزء طبعا بنستورده.